في الحقيقة الأجواء في العالمين متميزة وساحرة طول الوقت، وإحنا عارفين إن كل شوية في فعاليات مختلفة ومتميزة. كريم ديفرز بقى هيقول لنا آخر الفعاليات اللي يمكن موجودة في الأيام اللي جاية، منها بكرة كمان، وهو دلوقتي موجود في مسابقة رالي السيارات. احكي لنا أكتر يا كريم عن بكرة والمسابقة دلوقتي وصلت لإيه. مساء الفل يا بسنت، ومساء الفل على جميع مشاهدينا. يمكن فعلا هو الحدث الابرز النهارده الحقيقه في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه، هي رالي ايفر اللي احنا بنتابعه من الحقيقه الصبح منذ ان ابتدى الحقيقه، بمشاركه عدد كبير جدا من طلاب الجامعات و22 جامعه 43 فريق الحقيقه مشاركين في رالي ايفر. لكن الاجواء الحماسيه دي من ساعه الحقيقه ما ابتدت وهي مستمره حتى لحد اللحظه دي، ما زالت الحقيقه السيارات الكهربائيه الصغيره اللي صنعت بايادي مصريه، المهندسين المصريين الشباب مبدع الحقيقه، شباب المستقبل اللي موجودين وجم من جامعات كتيره جدا جدا من مصر الحقيقه موجودين ولسه مستمرين، والاجواء الحقيقه حماسيه جدا وفيها مشادات ويلا نتحرك ويلا العربيه تتحرك ويلا. الحقيقه شفنا يعني حاجات جميله جدا، وحماس الشباب كمان الحقيقه وهم يعني متابعين عربياتهم اللي تعبوا عليها واشتغلوا عليها شهور يعني كبيره، اربع وخمس وست وسبع شهور الحقيقه بيشتغلوا على عربياتهم وهم بيشوفوا المسابقات، يعني يمكن من احلى المسابقات اللي موجوده دلوقتي الحقيقه. يعني لازم الكاميرا تاخد صوره كده تشوفوا العربيات وهي بتحرك، العربيات الصغيره دي كلها عربيات كهربائيه صنعت بايادي مصريه، يعني كل الشباب دي الحقيقه اشتغلوا عليها، واللي مميز انه لسه يعني حماس الشباب كمان اللي مبسوطين بالفعاليات دي لسه مستمر، يعني يمكن من الظهر واحنا متابعين معاهم وهم لسه مستمرين في التشجيع ولسه مستمرين، والعربيه بتقف بينهم وتشتغل تاني ويتحركوا ويروحوا ويجوا. وحتى المنظر حقيقي الشكل مبهج جدا 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 لما نلاقي الحاجات المصريه دي بايدينا موجوده وبتتحرك وسطينا كده. الحقيقه انه ده مؤشر مهم جدا جدا بدعم الدوله. والنهارده الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود النهارده رئيس مجلس الوزراء وهو بيتكلم وبيقول انه اهم حقيقي الدعم الحقيقي لازم يبقى للشباب، لانه الكوادر الحقيقيه هي الشباب اللي هتبني المستقبل، فلما يكونوا هم كمان شايفين انه الدوله هي اللي بتدعم ده بشكل مباشر الحقيقه، بجانب طبعا الشركه المتحده اللي موفره كل الخدمات الاعلاميه اللي موفره كل الحاجات دي النهارده، واكاديميه البحث العلمي كل ده الحقيقه، ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي كل ده الحقيقه مؤشرات مهمه جدا جدا انه يعني الحقيقه انه الموضوع بيستهدف اكبر من فكره مسابقه، لكن هي فكره توطين الصناعه الوطنيه وتوطين الصناعه المصريه، عشان على امل انه ده بعد كده تبقى مشاريع مستقبليه مهمه جدا جدا لتصنيع السيارات الكهربائيه في مصر. لكن الحقيقه زي ما كنت بتكلمي بسنت دلوقتي، يعني الموضوع مش مقتصر بس الحقيقه هنا في مهرجان العالمين الجديده على فعاليات رالي ايفر او السيارات الكهربائيه، لكن البنيه التحتيه في مدينه العالمين الجديده اتطورت كتير جدا جدا، خدنا يعني مستوى ورانك عالي في يعني ترتيب الطرق عالميا الحقيقه، وده خلى كمان انه في مسابقات تانية للسيارات كمان موجوده هنا في العالمين الجديده، سباق للسيارات للدريفتنج موجود الحقيقه. بكره هتكون بدايه فعاليه موتور ويك، موتور ويك من اهم الفعاليات الخاصه بالسيارات اللي هتكون موجوده الحقيقه في العالمين الجديده، مهرجان العالمين الجديده لمده 8 ايام من 16 لحد 24 الحقيقه. كل الفعاليات دي هتكون موجوده وكل محبي السيارات هيكونوا موجودين، تكون الحقيقه مش بس مقتصر على السيارات لكن كمان على الدراجات الناريه والبخاريه والموتوسيكلات، هيكون كمان في سباقات كتيره جدا خلال الثمان ايام اللي جايين لكل محبي المواتير بشكل عام هتكون موجوده هنا في مهرجان العالمين الجديده. وكمان يعني اكتر حاجه كمان مميزه الحقيقه دايما في كل ويك اند ونهايه كل اسبوع في مهرجان العالمين الجديده هي الحفلات الغنائيه اللي بتكون موجوده في اليو ارينا، الحقيقه انه ده كمان هنا موجود في اليو ارينا. لكن بكره في حفل مهم جدا لفرقه مسار اجباري وحمزه نمره هيكون موجود، والفكره الحقيقه في الحفل ده ان هو مستهدف فئه الشباب بشكل اكبر يعني. لكن كمان المميز بجانب الحقيقه الحفل الغنائي اللي هيكون موجود بكره هي حاجه من اكتر الحاجات اللي المصريين الحقيقه بيحبوها، وهي فكره الاكل. بكره في حاجه مهمه جدا وهي الفود فيستيفال، الفود فيستيفال بكره هيكون موجود في مهرجان العالمين الجديده، وتحديدا بايتس باي ذا سي، هيكون في اكلات محليه واكلات عالميه واكلات دوليه، كل انواع واصناف مختلفه من الاطعمه والطعام هيكون موجود الحقيقه هنا في اليو ارينا، وكل الناس هتيجي تقدر تجرب، هيكون موجودين من رواد المهرجان كمان اللي هيقدر يجي الحقيقه بكره، مش بس هيستمتع باجواء العالمين من الحفلات لكن كمان هيبتدي يدوق اطعمه مختلفه من الاكل اللي موجود سواء بكره في الحقيقه. يا كريم عايز اقول لك يوم مليء بالمفاجآت الرياضيه لسه مستمره زي ما احنا عارفين في المنطقه الشاطئيه والجامده جدا.
يعني بنتكلم على بايتس باي ذا سي فعلا، وال حفلة بتاعت بالليل، فاحنا متحمسين قوي لكل الفعاليات دي، وبكرة يبقى يوم مهم قوي، واكيد هنرجع لك مرة تانية انت وجمانة ومحمود تنقلوا لنا كل التفاصيل اللي بتحصل على ارض مهرجان العالمين الجديدة. بنشكرك يا كريم.